الثامن من آذار سنة 1889، وببركة الله أنجبت كريستينا خالد طفلا لزوجها أصطفان نعمي، لتصبح عائلتهما 4 صبيان وابنتين. خير إن شاء الله. سابي سابي الله يعيشه. يا رب كتر خيرك. يعمد يوسف حملا في رحمه. وبعد أسبوع من ولادته قدماه حملا معمدا في حظيرة القديسين، وثبت في كنيسة المسيح باسم يوسف نعمي. ترعرع يوسف في لحفد تحت عيني الله. في الليل يرسل له ومضات نور قبر القديس شربل من عناية. وفي النهار يرسله إلى مدرسة الرهبان اللبنانيين الموارنة في سقي رشمية، يتعلم فك أحرف لغز الدعوة المسيحية المقدسة. يتتبع على دروب بلدته الخطوات التي خطها أهل لحفد الرهبان الذين فاق عددهم 50 في أيامه، ليستل من آثارهم خريطة طريق الملكوت، مكتشفا أن الجميع رهبان في الرهبانية اللبنانية المارونية. البونة شربل بيدور بالليل؟ لأنه البونة شربل القديس. أنا بدي أصير مثله. إن شاء الله يا ابني، إن شاء الله. أنت الشافي والأكرم عند ابنك يا مريم، حزتي مقاما في السماء فوق الخلائق قد سما. يا عذراء، في عمر 16 سنة وبعد 2 من وفاة والده، كانت عينه على سيدة لحفد كما على أمه وأخوته، أما قلبه فكان مشدودا إلى دير كفيفان حيث ابتدأ رهبان ضيعته. فاستودع أمه وأخوته سيدة لحفد ومار أصطفان شفيع البلدة، وألقى التحية على قديس عناية، ثم أعطى قلبه لله منطلقا إلى دير كفيفان حيث ابتدأ يعيش ملء قامة المسيح. الله يتزكى ابني. صلي لي يا ابني. دخل يوسف في سلك المبتدئين في الرهبانية اللبنانية المارونية سنة 1905، متخذاً اسم أصطفان تيمناً بوالده وتشفعاً بشفيع بلدته لحفد.
تتلمذ في مرحلة الابتداء على يد معلم المبتدئين الأبات أغناطيوس داغر التنوري المتوفى برائحة القداسة. وقابل الأب نعم طل الكفري معاصر القديس نعم طل الحرديني. امتحنه هؤلاء الاثنان في آتون القداسة، وخرج منه راهبا ناذرا في 23 من شهر آب سنة 1907 عن عمر 18 سنة. أنا أستفان أبرز نزور الرهبانية. قبل أن يتوجه إلى معترك الحياة الرهبانية، وقف على ضريح القديس نعم طل الحرديني في دير كفيفان، ووعده أنه آت إلى حيث يسكن مع القديس شربل. سلم أبونا شربل وانطروني، أنا جاي لعندك. مجد لله دائما لله. أخوتي، وصلنا مكتوب من السلطة بخصوص أخوتنا النادرين جديد، والقرار هو الأخ بولس بلوزاني أخ دارس، الأخ إبراهيم لحفدي أخ دارس، الأخ يوسف الجبيلي أخ دارس، الأخ أنطونيوس البلوزاني أخ دارس، الأخ غناطيوس البزعوني أخ دارس، الأخ استفان لحفدي أخ عامل. مجد لله. بالرغم من أن السلطة الرهبانية لم تسمه مع الإخوة الدارسين للكهنوت، ذهب إلى عمل الحقل ليتعلم الزراعة مصدر الأمثلة الإنجيلية، لأنه مدرك أن القداسة موجودة في كل مكان وزمان، لكنها بحاجة إلى إيمان عميق وإرادة صلبة. تنقل بين أديار الرهبانية اللبنانية المارونية أسوة بكل راهب ناذر للطاعة. إبان الحرب الكونية الأولى سنة 1914 كان في دير سيدة ميفوق، حزينا على وفاة والدته، يواجه غضب الحرب وشدة الجوع وهول الكوارث ببناء حفاف البساتين للصمود، ويزرع الزيتون رمز الخلود والسلام، ويعلم الناس أن ربح الوقت هو المقاومة الحقيقية، فكان يستفيد من كل دقيقة وساعة. أثناء الراحة يقوم بتصنيع أو تصليح الأدوات الزراعية، سار على هذا النمط يقود المزارعين لتحصيل أرزاقهم ومواجهة الجوع وتقديس نفسه. فقال فيه المزارعون: كيفين ما تاكل؟ أخلص الخشبتين. خيستين بخيف يدش المنشور تبرد مسك. أبانا الذي في السماوات. أمضى 31 سنة في الحياة الرهبانية، عاش في 6 أديار، لم يتجر أو يتكاسل في حياته اليومية. يبدأ نهاره باكرا من الكنيسة بالاشتراك بالقربان المقدس، وينتقل إلى عمله اليومي آخذا معه سلام ومحبة المسيح إلى رفاقه العمال. الله يسلمك.
بالله يا معلمي. دايما لله. قرب خي حط ايدك معي. ايش رسالك يا معلمي؟ تفضل هون الك. هاي زواتك يا ابونا. انا شبعان. الله يأجر. يعود مساء إلى الدير ليشكر الله في الكنيسة على عمله ويقدم ما جناه في نهاره كفارة على مذبح الرب من أجل رهبانيته وأهله ووطنه. خلال النهار لا ينسى سيدة لحفد، فكان يحمل سبحتها في يده ويردد سلامها الملائكي أثناء عمله، لأن عينه شاخصة إليها لتحمي بلدته وعائلته. يتقدم من سر الاعتراف أسبوعياً، يتبرر أمام الرب، يريد المصالحة مع الله باستمرار ليواجهه متى أتى في ملكوته. لذلك كان يردد دائماً الله يراني. خستفان يا خستفان يا معلمي خستفان، بقيلي هالليلة أخ، بكرة رسامتي. بفكر إنه الأسس بياخدوا السما قبل الإخوة. طالع قبلك على السما، رح صلي لك يا يوسف. بعدك أرسلته الرهبانية إلى دير كفيفان من جديد في شباط سنة 1938، وكأنه أتى ليحقق ما قال لأخيه عندما أتى لإعادته إلى البيت. مش غيتي أخذك على البيت إذا كانت هيدي دعوتك. يا خيي هون جيت وهون بموت، بونا عم طلع وبونا شارب الناطريني. صلي لي يا خي.
هيك خيستفان جسمي مثل النار. حدا بيطلع ما يفوق وبيرجع تحت شمس قاب. كانت الشمس واطي هدت لجسمي. كان ضروري تطلع؟ كيف لكن؟ أنا بعرف إنه الرهبان ماتوا وعيشوا تقتنوا رزقية داير ما يفوق. بدك خليه يروح بليش؟ الرهبان يلي كانوا قبلنا كانوا عظمة، اشتروا الدنيا بعرق جبينهم وتعب دياتهم. الرهب نعمتهم رجال، الرهب نعمتهم قديسين، وبتضل أكبر من الأفراد والرزقات والمقتنيات. الرهب نمعجن قديسين. بس خيستفان قصرت عمرك بهالمشوار. نحن مرقين مرق الطريق بهالرهبني يا خيي. نحن رايحين وهي باقية وكل شي بيرخص لها لأن رهبنة قديسين. الله يأجرك. ايش بدي اقلك؟ مجد لله دايما دايما لله. شربيل مر المعلمة. الله يأجرك عبيلي البريق. خنطانيوس ما تروحش تنام بالحق اللي بعيد الليلة. أنا بروح محلك. أنت ارتاح هون بالداير. هكذا أطلق الله عبده في الثلاثين من شهر آب سنة 1938 ليرقد بالقرب من ضريح القديس نعم طل الحرديني عن عمر 49 سنة، ولم يعرف جسده الفساد حتى يومنا. إصطفان نعمي ينتظر مع إخوة له رهبانا كثيرين أن تعلنه الكنيسة كما أعلنت قبله شربل ورفقة ونعم طلا قديسين، لأنه مثلهم ولد وعاش وهو يعرف أن الله قد اختاره منذ الحشا. يبغي رضاك.